وحفل دير جست ووصلت عبير صبري وايمن دكتور ايمن، وحمد لله على السلامه. والشياكه والحلاوه دي، القمر ده. أقيم بالأمس حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لتكريم العديد من نجوم الفن والغناء والإعلام، وشهد حفل توزيع الجوائز بعض المشاعر الجميلة بين رقص وفرح ودموع، والتي وثقت ردود أفعال نجوم الفن لحظة تكريمهم، كان أبرزهم رقصة الفنان نيلي كريم ودموع الفنان أحمد زاهر بعد تكريم ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر. وحصد الفنان يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل النهاية، كما حصد الفنان أحمد زاهر جائزة أيضا عن دوره في مسلسل البرنس، وأيضا الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة حنان مطوع وغيرهم. وكرم الحفل أيضا الفنانة إلهام شاهين عن مشوارها الفني بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم حظر التجول في مهرجان القاهرة السينمائي. وبدأ الحفل بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وأستعرض معكم الآن الإطلالات واللقطات الكاملة لحفل توزيع جوائز مجلة دير جيست 2020.